السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا في فيديو جديد. فيديو النهاردة بخصوص الجمارك المصرية 2020 والناس اللي هما بيجيبوا مكملات غذائية من بره. دلوقتي احنا حصل معايا مشكلة، المشكلة الأخيرة دي حصلت من حوالي أسبوعين كده أو 10 أيام. كنت جايب حاجات من أمريكا واتفاجأت بعد كده إن بتوع شركة الشحن بيبلغوني ان في بنود جديدة نزلت في الجمارك المصرية. ايه بقى البنود الجديدة دي؟ بقى ان سعادتك هتدفع على كل كيلو هتشتري بيه مكمل غذائي، اللي هي المنتجات بتاعت المكملات الغذائية او الفيتامينات والحاجات دي، العلبة الكيلو هتدفع عليها 1000 جنيه زيادة على فلوس الجمارك بتاعتها، التعريفة الجمركية. ولو هتشتري سبلمنت او حبوب اللي هي بتاعت الامينو اسيد او الفيتامينات، الحباية هتدفع 10 جنيه فوق القيمة بتاعت التعريفة الجمركية. فبصراحة ده يعني خراب. ليه بقى؟ برضو هعيدها وهعيدها مليون مرة، التوكيلات اللي في مصر او الناس اللي هي بتبيع المنتجات بتاعت كمال الاجسام، الحاجات دي يا جماعة بتبقى حاجات مضروبة، بتبقى حاجات كلها مضروبة وبتدمر المعدة، بتخربها. حتى تلاقي لما واحد بيجي يشتري حاجة من المكملات الغذائية ولا الحاجات دي، بتعمل له مغص في معدته وبتقلب له مصارينه، عشان دي بتبقى حاجات مضروبة. لكن لما بتجيب حاجة منتج أصلي جايبه من أمريكا أو من أوروبا، ما بيعملش الحاجات دي، عشان بتبقى حاجات نظيفة، حاجات أصلي مش مضروبة. طيب دلوقتي بقى إيه اللي بيحصل؟ بقى الحاجات دي في ناس بتجيبها تهريب، وأعيد الكلام تاني، برضو بتجيبها تهريب من الأردن أو من الهند. يبقى مثلا إيه، فاتح مثلا استيراد وتصدير وجايب مثلا شحنة قماش مثلا كمثال، وبيبقى مخبي البودرات والمكملات ديت والأمينو أسيد مخبيه في الشحنة، وطبعا بيدفع رشاوي للموظفين الفاسدين، وبيدخل الحاجات دي عن طريق التهريب، وبيبقى جايب الحاجات دي برخص التراب، برخص التراب. يعني هو بيكسب فيها اضعاف اضعاف اضعاف، بيكسب فيها اكتر من تاجر المخدرات. ليه؟ لان بيبيع بقى طبعا، ومفيش اي حاجة بقى يعني اي رقابة عليه ولا الكلام ده، تمام. طيب احنا بقى بالنسبة لينا احنا كمستهلكين بنستهلك الحاجات دي استعمال شخصي، ما بنتاجرش فيها. انت ليه كواحد كمصلحة الجمارك، ليه انت تحط لي 1000 جنيه على الكيلو جرام؟ يعني انا عشان اشتري علبة باودر مثلا ادفع عليها 1000 جنيه فوق فلوسها بتاعت الجمارك؟ دي حاجة. لو اشتري مثلا امينو اسيد في 250 حباية مثلا، ادفع 2500 جنيه، ادفع 2500 جنيه على التعريفة الجمركية بتاعتها على القيمة المضافة. يعني انتوا كده انتوا بتفشخوا الناس، يعني انتوا كده بتبهدلوا الناس. يعني انا يعني مش عارف الرد اللي اتقال. يا ريت لو في اي حد يفيدنا في الناحية القانونية في المسألة دي، لان انا بجد هتخذ اجراء قانوني ضد مصلحة الجمارك. لو هتوصل ان انا هاخد اجراء قانوني وارفع عليهم دعوة قضائية، انا هعمل كده، تمام. وشكرا جزيلا، واشوفكم في فيديو جديد.